الدولية. قضيتنا وطنية. قضيتنا وطنية. لأجل استمرار خدماتها خرج لاجئ قطاع غزة في درب تضامن جديد مع وكالة الأونروا قبل يوم على التصويت النهائي في الأمم المتحدة لتجديد تفويضها الذي يحمل الهوية السياسية والإنسانية لقضية اللجوء الفلسطينية. هذه الوقفة لإيصال عدة رسائل، أولى هذه الرسائل للعالم عليه أن يعرف ويدرك أن قضية اللاجئين لم ولن تسقط بالتقادم، وأن اللاجئين الفلسطينيين لم تكن يوما من الأيام قضيتهم قضية إغاثية أو قضية إنسانية على أهمية هذا الموضوع، إنما هي قضية سياسية بامتياز. تجديد تفويض الأونروا يعني عامل استمرار لخدمات إغاثية وتشغيلية وتعليمية وصحية في حياة أكثر من مليون لاجئ في القطاع. يعني التفويض هو قطع الشوط على أمريكا وإسرائيل التي تحاول بكل ضغطها وبكل قوتها منع تجديد التفويض لكي تمحي هذا المعلم الدولي الشاهد الوحيد على المأساة للشعب التي حلت بالشعب الفلسطيني. 71 عاما من اللجوء آثر فيها الفلسطيني على العودة لبلاد هجر منها قسرا للحصول على حصة غذائية لا تكفي للاحتياجات اليومية. التعليم والعلاج والمستشفيات كل هذا من وين احنا نجيبه؟ ما نقدرش نكمله، من وين نجيب هذا الاشي؟ لازم هم يوفرونا اياه، بعدين بدهمش يوفرونا اياه يرجعونا على بلادنا ونرجع زي زمان نشتغل في ارضنا ووطننا وبلدنا ونعيش وبدناش اياهم. يقول الفلسطينيون طالما لم تجد قضيتهم طريقها للحل السياسي ستبقى حاجتهم للأونروا قائمة. على مدار سنوات اللجوء شكلت وكالة الغوث شاهدا حيا على معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ما دفعهم للتضامن معها في وقت تتعرض فيه لأقوى محاولات التصفية. بن سليم، الغد، غزة، فلسطين.